عقد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني جلسة مباحثات مشتركة في العاصمة الأردنية عمان. نعم، خلال الجلسة أشاد رئيس البرلمان العربي بالعلاقات البحرينية الأردنية التي تعد نموذجا رائدا للعلاقات العربية العربية، وبحرصها الكامل على تدعيم وترسيخ أواصر العمل العربي المشترك بما يخدم قضايا المنطقة العربية وقضايا الأمة العادلة. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب الأردني بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تبني مملكة البحرين لسياسات خارجية عززت مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، مثنيا على متانة العلاقات البحرينية الأردنية التي تعد نموذجا لخدمة المصالح العليا للبلدين وقضايا الأمة العربية.